مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، شكرا لزملائي على التواصل. وها هي الانطلاقه لشوطنا الحادي عشر في مجموع الاشواط، والشوط الحادي عشر الخاص بالحجايج البكار ضمن الاشواط المفتوحه في هذا السن، سن الحجايج. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتابع معكم هذه المجريات ونسير في المراكز العشرة الأولى المنطلقة بالتحدي وبالإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، صدارة هذا الشوط والمقدمة والمركز الأول تأتي قيادة سالم بن عيضة بن صالح العامري، بينما هناك شخصية ناصر بن حميد بن علي الهاشمي، والوصول من قبل نوف عبد الله بن ناصر بن سويد المنصوري، وهنا ايضا الانطلاقه من قبل الفلاحيه في هذا اللحظات لمحمد بن عبد الله بن محمد بن قديم المزروعي، من ياتينا من الغربيه في هذا الانطلاق الجميل. هناك الفائزه سالم بن محمد بن ذويب العامري، وعلى المركز الخامس، المركز الخامس تاتينا سحابه علي بن سالم بن سليم الدرعي، من تنطلق بهذا الاداء المميز الجميل. ومن الجانب الآخر عوايد راشد بن مسلم بن محمد العمري المنطلقة، الوصول من قبل سلابة سلطان بن السيل بن محسن العامري، وأيضا هنا بالنخيرات قادم في هذه اللحظات أيضا بهذا الأداء الجميل والتحدي مناورة حمد بن السيل بن نخيرات بالدودة العامري. وعلى المركز التاسع، المركز التاسع تاتي محبة عايد عيد بن عامر بن راشد المدهوشي، من تنطلق بهذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة، والوصول من قبل طلب سالم بن نقاش بن محمد العامري. ونعود إلى الصدارة، نعود هنا هجر عمير بن السيل بن غنزول الشامسي، من غيرت على الصدارة، غيرت على المقدمة، ما يبنى لها طاري إلا في الصدارة. هجر هنا لغدي عمير بن السهيل بن غنزول الشامسي، من تنتزع الصدارة والمركز الأول، مناورة لحمد بن السهيل بن نقيرات بدودة العامري، والوصول هنا انفاوضة وصلت لأحمد بن عبيد بن راشد بن صندل، من وصلت في هذه اللحظات مفاوضة تفاوض إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول. وصدارة هذا الشوط تبقى تضيف إنجاز إلى إنجازاتها السابقة، ها هي مفاوضة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، أحمد بن عبيد بن راشد بن صندل تنتزع الصدارة والمقدمة. المركز الثاني هجر العمير بن سهيل الشامسي، المركز الثالث هنا مناورة حمد بن سهيل بن نقيرات العامري، وعلى المركز الرابع هنا تاتينا في هذه اللحظات عوايد راشد بن سلم بن محمد العمري، ووصلت جميله سعيد بن محمد بن سعيد بن خيله العمري، هنا ايضا قدم بكل قوه ولكن مفاوضه على الصداره، انفاوض على المقدمة وعلى المركز الأول. وصدارة هذا الشوط مفاوضة لأحمد بن عبيد بن راشد بن صندل على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. وصدارة هذا الشوط المركز الثاني هنا بن خيرات مع مناورة حمد بن السهيل بن خيرات العامري، مفاوضة ومناورة هنا في هذا الانطلاق، هو ولد السهران قادم مع عوايد راشد بن مسلم بن محمد العامري. يا سلام، التحديات جميلة الله، ولكن هنا مناورة ناورت على الصدارة، ناورت على المقدمة على المركز الأول. وصدارة هذا الشوط منورة، ناورت على الفوز، ناورت على الناموس، ناورت على التحدي. سلام 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 مدينة العين، سلام سلام سلالة مناور وإنتاج المختبر على هذا الفوز المميز الجميل. تهانينا لحمد بن السهيل بن نخيرات بن الدودة العامري على هذا الفوز المميز الجميل، تهانينا والناموس ورحمة الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني مفاوضة للسيد أحمد بن عبيد بن راشد بن صندل، المركز الثالث كان من نصيبه، هناك أيضا قيادة سالم بن عيضة بن صالح العامري. وفي المركز الرابع من وصلت حربة عبد الله بن سلم بالطير بن سيل العامري. وفي المركز الخامس مشاهدينا الكرام،
عوايد الراهد بن مسلم بن محمد العمري على المركز الخامس. ونعود مشاهدينا الكرام الى التوقيت الزمني هنا ولحظة وصول مناورة سلالة مناور وانتاج المختبر. هنا تنتزع الصدارة، تنتزع الفوز والناموس بهذا الاداء الجميل والمميز. الجميل هنا في هذا الاداء المميز حمد بن السهيل بن نقيرات بدودة العامري على هذا الفوز. 4:33 سبعا من الاجزاء من الثانية توقيتها الزمني. سلام 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 على هذا الاداء المميز، سلام مختبر الجزيرة على هذا الفوز المميز الجميل. المركز الثاني، المركز الثاني كان من نصيب مفاوضة لأحمد بن عبيد بن راهد بن صندلة. 4:35 أربعة من الأجزاء من الثانية تهانينا والناموس. أما المركز الثالث فكان من نصيب قيادة من أتتنا على المركز الثالث هنا أيضا لسالم بن عيضة بن صالح بن كرامة العامري. 4:35 ثمانية من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.